المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية قال إن قائد القوات الأمريكية في أوروبا يعاني من الخوف الهستيري من روسيا. جاء ذلك عقب تصريح الأخير بأن موسكو اختارت أن تكون عدوه، فيما قال القائد السابق لقوات التحالف بحلف الشمال الأطلسي أن الخطة الاحتياطية أو الخطة بي التي لفت إليها وزير الخارجية الأمريكي أنه في حال فشل الهدنة السورية سيكون هناك عملا بريا تستثنى روسيا منه. دكتور مختار، ما دلالة أن أمريكا يعني تتخيل أو ترجح أن هناك خطة بديلة تستثني منها روسيا؟ صحيح، سؤال مهم جدا. أنا متصور أن الخطة البديلة جاهزة، وأن مسألة دخول قوات برية إلى داخل الساحة السورية إلى حد كبير جدا بيتم الاستعداد لها، خصوصا في منطقة الريحانية الموجودة على الحدود السورية التركية بدرجة كبيرة، المنطقة اللي بيتم تدريب فيها قوات الجيش السوري الحر. الجزء الثاني استعداد المملكة العربية السعودية وكثير من دول مجلس التعاون الخليجي لدخول هذه القوات البرية. اللي تصريح عادل الجوبير وزير الخارجية السعودي اليوم اللي صرح بأنه على بشار الأسد أن يختار بين الذهاب سلميا أو سياسيا أو بين الذهاب عسكريا، بمعنى أن هناك إصرار سعودي خليجي أمريكي أوروبي على أن يذهب بشار بعيدا عن الساحة السورية. هذا القول على وجه الخصوص يخلينا أن احنا بدرجة أو بأخرى بنرجح العمليات البرية، لكن العمليات البرية هتكون بأي شكل وفي أي زمن وهيتم دخولها من أي دولة، وموقف روسيا على وجه الخصوص ايه من العمليات البريه، لان روسيا الى حد كبير هي دوله دخلت الى الساحه السوريه تساند بشار والى حد كبير جدا مسانده لجوات بشار. هل بدخول العمليات البريه من الولايات المتحده الامريكيه والعالم الغربي الى داخل الساحه السوريه واستثناء روسيا من هذا النطاق هنكون امام شكل من اشكال المواجهه المسلحه داخل الساحه السوريه؟ الله اعلم. نحن داخلين او نحن مقدمين على الى حد كبير جدا مصير غامض بدرجه كبيره جدا، أخشى ما أخشى أن تتحول الساحة السورية إلى شكل من أشكال المواجهة المسلحة بين كثير جدا من القوى الإقليمية والقوى الدولية، ونكون أمام حالة من حالات النزوح واللجوء آخر للشعب السوري.